الحديث السيد محمد عبد الله يقول أن لا بأس من وجود الخلافات، لكن ما هو موجود الآن اختلافات. أسأل هنا بشكل جوهري، هل ما نراه اليوم يعكس أن هؤلاء الموجودين من مجلس النواب، مجلس الدولة، قادة سياسيين عسكريين قد رغبوا في طي الصفحة، أم أن هذه الصفحة قد تعود بمنزلقاتها الكثيرة سيد الدباشي؟ مساء الخير أستاذ محمد، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أهلا بك. لا أكيد نحن في مرحلة جديدة، ما في ذلك شك، يعني حكومة جديدة، سلطة تنفيذية كاملة جديدة، يعني التوقعات كبيرة جدا. المهام في الواقع يفترض أن تكون مهام محددة ومحدودة، ربما ثلاث مهام رئيسية هي توحيد المؤسسات وتحسين الحياة، تحسين الظروف المعيشية للمواطن، والوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر. هذه طبعا هذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك توافق بين الفرقاء المختلفين في السابق. نحن رأينا أن حدث توافق، لكن حدث توافق في ظرف كان فيه الضغط الدولي قوي، كان هناك زخم كبير يعني من التأييد الشعبي للحوار السائل الذي كان يجري من أجل أن يأتي بنتيجة في صالح الوطن والمواطن. التحديات كبيرة ما في ذلك شك على كل المستويات، ولكن إذا استطاعت هذه الحكومة أن تعمل يعني بجدول زمني محدد، ووجدت التعاون من جميع الأطراف، وأقصد خاصة الأطراف المؤسساتية، فمن المؤكد أنها ستنجز الكثير، يعني وسيظهر أثر عملها يعني في القريب على حياة المواطن وعلى الوضع العام للدولة. ولكن دعني أقول بأن المهمة الأساسية التي يجب أن تكون محور عمل الحكومة في هذا الوقت هو توحيد المؤسسات، لأنه بدون توحيد المؤسسات لا يمكن أن ينعكس الوضع. لكن أستاذ إبراهيم، ماذا عن الوعود التي قطعت؟ انقطاع الماء، الكهرباء، اليوم الرجل كان في شركة العامة للكهرباء، سمعت حديث جانب من بعض الزملاء عن يعني لم يصلوا إلى شيء حقيقة، وأن ربما الصيف القادم يكون من أسوأ المواسم على ليبيا، غلاء المعيشة، هذه أبعاد معقدة فيها إشكاليات مؤسساتية سيد الدباشي. بالتالي أسأل، ما مدى واقعية هذه الوعود في المقابل الرجل يعني لديه كثير من الأشياء، منها والأهم هي توحيد المؤسسات الليبية وخاصة الحكومية سيد الدباشي؟ لا يعني ما اعتقدش ان عندنا يعني عندنا مشكله مستحيله الحل، بالعكس يعني مشاكلنا من الناحيه العمليه تعتبر مشاكل صغيره، ولكن للاسف الفساد وعدم سيطره الحكومه على الانفاق وعدم يعني ووجود الخلافات وعدم تعاون السلطات المختلفه مع بعض هو ما وصلنا الى المرحله التي نحن فيها. ولكن اعتقد اذا استطاعت الحكومه أن توحد المؤسسات وتسيطر على الإنفاق، وعندما أقول تسيطر على الإنفاق يعني لا يتم الإنفاق إلا وفقا لخطة محددة ووفقا ل يعني حقائق حقيقية يعني. هذا الأمر طبعا الحقيقة يحتاج إلى جهاز يعني قوي، يعني مؤسسات قوية وخبرات متميزة. إذا استطاع أن السيد الدبيبة وحكومته أن يعملوا من خلال الخبراء وبطريقة الفرق المختلفة لحل المختنقات المختلفة، ومن الممكن أن ينجز بسرعة. ولكن إذا كان كل مؤسسة يعني أو كل طرف يتخذ القرار لوحده ويعتقد أنه هو الفيصل النهائي في اتخاذ القرار، فلا أعتقد أن الحكومة ستحقق شيء. مهم مسألة المسؤولية التضامنية مهمة جدا بين السلطات المختلفة وبين المؤسسات المختلفة.